امبارح كنت اتكلمت وهذا الموضوع اثار، وانا قلت انه مستفز يعني، اثار استفزازات ناس كتير، اللي هو موضوع سياحة اليخوت. وانا رأيي ان ده موضوع لو اتعمل صح يعمل دخل جيد جدا للسياحة المصرية. وكنت بتكلم انه الراجل اللي جايب اليخت ده عايز يلقى محلات معينة، مطاعم معينة، خدمة معينة، لانه ده مش السايح بتاع الاول انكلوسيف اللي بيدفع 40 دولار ياكل ويشرب وينام الثلاث وجبات في الاوتيل وخلاص، لا ده سايح اخر. معانا الاستاذ عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا استاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ حضرتك كنت بعت لنا امبارح والنهاردة انه في اشياء ممكن تتعمل من شأنها رفع مستوى المنشآت السياحية بشكل عام ويفيد اكتر في موضوع سياحة اليخوت. ايوه طبعا بالضبط يا فندم، احنا كوزارة السياحة كغرفة تابعة لوزارة السياحة بنهتم جدا دلوقتي بتدريب العمل. من ايام كورونا طبعا عملنا الهيجين والوزارة عملت حملات ونزلنا طهر يعني رجعنا كل المطابخ وغرف ملابس الستاف ونظافتهم الشخصية، وهذه من ناحية النظافة. من ناحية الجودة اللي حضرتك بتكلم عليها طبعا، ودي أهمتنا جدا جدا، يعني ببشر حضرتك ان احنا عملنا اتصال فعلا مع ميشلان، وإن شاء الله قريب حينزلوا مصر حيراجعوا المطاعم اللي عندنا ويديها النجوم، زي ما حضرتك عارف في نجمة وفي اتنين وفي طب تلاتة. طب ده هايل، يعني عندنا في مصر مطاعم واخدة نجوم ميشلان. طبعا طبعا فندم، وكمان حنشوف البلاد السياحية زي العلمين ومرسى علم والغردقة، ونتأكد من جودة المطاعم اللي موجودة، بحيث ان لما يحتي الخد دي تنمو، وهي هامة جدا للوزارة. طب ايه هي الحاجات اللي بتخلي ادارة ميشلان تدي نجوم ميشلان لمطاعم؟ في حاجات كتير اوي يا فندم، هما بيهتموا بجودة المنتج، جودته واستمراره. يعني هو لما بيدي حضرتك نجمة او اتنين بيديها لك بناء انك انت قدمت حاجة التكوين بتاعها، المكونات بتاعتها راقية جدا، وعملتها طبختها بطريقة ممتازة. وبعدين لازم يضمن الاستمرارية على فكرة، يعني هو مش هيدي لك النجمة كده ويمشي خلاص انت خدتها فور ايفر وتعلقها، لا ده هيجي لك كل سنة وهيجي لك متخفي اللي هو نظام المصر شوبر، اللي يعني هو يخش المطعم كده اللي هو مديله النجمة ويقعد يأكل ويشوف المستوى ايه ويكتب تقريره الميشلان ويدفع فاتورته ولا هتعرفه، ويرجع يكتب تقريره ايوه الناس دي مستمرة يا خوفي. أيوة الناس دي اتحسنت. لا ما احنا بننبه الناس نقول لهم يا مطاعم خلي بالك، مش معنى انك انت خدت النجمة ان دي فور ايفر، ان دي ابدية، لا انت لازم تستمر عليها وتجود من نفسك. اكيد المعايير اللي حطينا معايير الحقيقة كتيرة قوي للنجمة والاثنين والتلاتة. حاجات من اهمها مثلا تناسب السعر مع الجودة. ان حاجة تانية ان المنيو بتاعك قائمة الاسعار شاملة أكلات كتيرة يبقى فيها لحمة وفراخ وسمك أنواع وفيجيتيريان أنواع مختلفة بالضبط، غير بقى لما يبقى عندك أطباق مميزة، يعني عندك يبقى طبق مميز أنت اللي بتعمله، فدي برضو بيرعوها. فيعني بطمن حضرتك من الناحية دي، وسياحة اليخوت ده طبعا عالم تاني، عالم كبير ودخله مرتفع جدا، لان كل الناس دي ناس جايه تنبسط وجايه تدفع ما بتبصش للفلوس طبعا.
فعشان كده كل منطقة فيها سياحة يخوت لازم يبقى حواليها مطاعم راقية جدا ومحلات براندات اللي هم واخدين ان هم يشتروا منه، لان هو جاي عايز يشتري وعايز ياكل وعايز يشرب وعايز ينبسط وعايز يسهر. لانه هو لو ما كانش عنده ده مش هيجي لك، هيروح اي حته ثانيه والدنيا كبيره بالزبط. يعني بالظبط. عشان كده احنا برضه بنقول يا فندم السهر في مصر مهم جدا. وعلى فكره احنا كمطاعم سياحيه احنا بنمثل نسبه قليله جدا من المطاعم. المطاعم في مصر حوالي 160 الف مطعم او مقدم طعام، احنا كمطاعم سياحيه 1420، يعني احنا لا نمثل 1% طبعا السياحيه. فلازم يبقى عندنا بريفليج مزايا عن المحلات الثانيه. النهارده السائح اللي جاي ده انا مش يعني انا لو بشتغل بره في بنك او في بنام بدري عشان اصحى الساعه 6 الصبح اروح اشتغل، انما لما بخرج كسايح لا احنا بنشوفهم في ابيزا بيروحوا 6 الصبح مش بيقوموا 6 الصبح. بالظبط. الاستاذ عادل المصري رئيس غرفه المنشآت والمطاعم السياحيه بشكرك شكرا جزيلا.